دايركت، القرار المفصلي والأكثر قوة من بداية التصفيات. سيكون القرار في يد المتسابق فقط بدون علم المتسابق الآخر. أبلغنا المتسابقين إن عندهم تصويت، ما يعرفون إيش هو التصويت ولا يعرفون نتائجه إلا في ختام الفقرة. يدخل إلى منصة التصويت، يقرأ السؤال ويجاوب عليه. إذا انتهى جميع المتسابقين سيتم الكشف عن القرار.